إذا تيقن وجود السحر كيف يعالج السحر؟ كان علاج السحر من طريقين. علاج ممنوع وعلاج مشروع. العلاج الممنوع أن يعالج السحر بالسحر. لا يمكن أن يعالج السحر بالسحر. مخالف للقرآن. مخالف للسنة. مخالف لأقوال الصحابة والأئمة. فيه تقوية للسحرة. وفي تضعيف للتداب القرآن. الآن إذا كان عندنا علاج لمرض هذا الأخ مريض ويوجد علاج مضمون 100% وعلاج مضمون 1%، يأخذ أي علاج؟ العلاج المضمون 100% بالقرآن. كيف نترك اليقين ونذهب إلى المظنون؟ ثم الآن المريض عندما يذهب إلى الساحر الذي يدعي أنه يعالج هذا المسحور، ماذا يصنع هذا الساحر؟ يصنع له سحر جديد. المريض كان لديه سحر واحد، الآن زاده سحر على سحر. ثم هذا الساحر المعالج الآن لا يمكن أن يعالج هذا المريض حتى المريض يشرك بالله ويقرب شيئا للشيطان. قدر الله سبحانه وتعالى عليك السحر عليك المرض هذا خير. كان الله سبحانه وتعالى من قمنا حمين شكير ركم من القوم ركم أمبر من كان لان لجي ركم من أبي موسي تيب تام جي كان قمنا الله سبحانه وتعالى لك جيري من الله سبحانه وتعالى. إذا تصبر لك أجر عظيم عند الله. كان جي صبر ركم أمبر كي جي كتور من فعلا في الله سبحانه وتعالى. تذهب إلى السحر النهاية الشرك نسأل العافية والسلام. بس أنت جي تجوه كرو من القوم لبي أكيما النوع الثاني من العلاج علاج مشروع. علاج بالرقية الشرعية كقراءة الفاتحة مثلا. علاج بالأدوية المباحة كشرب العسل أو الحجامة. الحجامة والحجامة علاج بالدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى
យើងជាមែនតាមរយៈការទូអើទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡា